الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رضي الله عنه ورحمه في لنيته، قال: وهذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم من موقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن: يا رب فاشهد أنني بلغته، ويشير نحوهم لقصد بيانه. قال رحمه الله: هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. الله الله الله. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: والدليل الحادي عشر هو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، بيشهد من في السماء؟ بيشهد الله جل وعلا. قال: هل بلغت؟ لأنه الآن وظيفته له وظيفتان، ها، البلاغ والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولن تفعل فما. قال: وأنزلنا عليك الذكر أكمله. وظيفته وظيفتان، بلاغ و لما في المحفل قال لهم: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وهذا رد على الأشاعرة الذين قالوا: تقطع أصبع من أشار. طب النبي ولا أشار؟ أشار بها. ما أنا أعود مجرمين، والله مجرمين، مجرمين حقا. ده مجرمين في حديث الجارية، أساءوا إلى النبي. سنسكت أحسن في هذا الباب. أنا بأن فأشار، أشار: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فقد بلغ وأتم البلاغ. ومن بلاغي أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، يعلم ما هم عليه. فقال: وهذا الدليل يوم الحج، الموقف العظيم، والناس جميعا موجودين. لو كان كما تقولون ما طلع واحد قال له: يا رسول الله أنت تشير هو ربنا فوق؟ في واحد اعترض؟ في حد من المحافل الذين جلسوا وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم اعترضوا على ذلك، أو حتى استشكلوا عليه المسألة؟ اللهم فاشهد بالإشارة، يعني أنت في السماء فاشهد عليهم. وهذه فيها دلالة على أمور كثيرة، صفات كثيرة من صفات الكمال. أولا علو، الثاني أنه يرى. سماء إيه يا ابني؟ أنه يرى كل ده. سماع ولا سماء؟ سماعهم، وأيضا يراهم ويعلم ما هم عليه. فأنا يفكون، أنا يفكون كل هذه الأدلة ويعرضونها، كل هذه الأدلة ويجحدون بها، ثم يقولون هو في كل مكان. إذا نحن نرعبكم فارجعوا. قال أبو حنيفة: أجمعت الأمة على أن من قال أن الله في كل مكان فقد كفر. اتقوا الله وارجعوا، اتقوا الله واعلموا بأن العلو أمر، هذه فيصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. ولذلك أتى بالدليل الحادي عشر فقال: اللهم بلغت، ثم أشار بإصبعي بابي هو وأمي، يبين لهم أن الله في السماء. وهذا موافق للفطر السليمة عند الدعاء برفع اليدين إليه. تفضل. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.